والآن بعد أن استكشفنا نظرية ستوك قليلاً، سوف أتحدث عن الحالات التي نستخدمها فيها. سوف ترون أن هذه النظرية عامة جيدة، لكن علينا أن نفكر مع أي نوع من السطوح ومع أي نوع من الحدود نتعامل. في حالة نظرية ستوك، نحن بحاجة للسطوح التي تكون ملساء piecewise smooth، سطوح ناعمة ملساء. إذن هذا السطح هنا إنه أملس، ليس فقط سطح ناعم، يبدو وكأنه حد ناعم جدا، لكن كل الأجزاء الملساء تعني أنه لدينا مشتقة متصلة. ونحن نتحدث عن السطوح، سوف يكون لدينا مشتقة جزئية متصلة بغض النظر عن أي اتجاه نختار. إذن هذه مشتقة متصلة continuous derivative. وهناك طريقة أخرى نفكر بها من ناحية مفاهيمية، أنه إذا قمنا باختيار اتجاه على السطح، إذا قلنا أننا نتحرك بذاك الاتجاه، فإن الميل في ذلك الاتجاه يتغير تدريجيا. إذا اخترنا هذا الاتجاه هنا، فإن الميل يتغير تدريجيا. إذا لدينا مشتقة متصلة. ماذا تعني ناعم؟ حسنا، ناعم تعني أنه بإمكاننا استخدام نظرية ستوك، نظرية بسطوح أكثر، لأنه إذا كان لدينا سطح يبدو مثل هذا، لنقل أنه يبدو مثل الكأس، إذن هذه فتحة أعلى الكأس، لنقل أنه ليس له فتحة في الأعلى، لذا يمكننا رؤية الجانب الخلفي من الكأس، وهذا هو جانب الكأس. هذا هنا هو الجزء السفلي للكأس، وإذا كان شفاف يمكننا الرؤية من خلاله، لذا سطح كهذا ليس أملس من الداخل، لأن له حواف، يوجد نقاط هنا، إذا هذه الحافة هنا. إذا قمنا باختيار هذا، لنقل إذا قمنا باختيار هذا الاتجاه، وإذا انتقلنا بهذا الاتجاه على طول الجزء السفلي، سوف نحصل على الحافة في كل النقاط. الميل يتغير تدريجيا، إذا الميل ليس متصلا عند الحافة، الميل يقفز ثم يبدأ بالاستقامة. إذا هنا يبدأ بالاستقامة، وهذا السطح الداخلي ليس أملس، لكن في الواقع النعومة تكون في الخارج. هذا يخبرنا أنه طالما يمكننا كسر السطوح إلى قطع ملساء، هذا الكأس يمكننا كسره، لكننا كنا نقوم بهذا عندما نأخذ التكامل السطحي، يمكننا كسره إلى الجزء السفلي الذي هو سطح أملس له مشتقة متصلة. والجوانب، هذه الجوانب التي هي نوع من اللفافات، هي أيضا سطح أملس، لذلك معظم الأشياء التي سوف تواجهونها في حساب التفاضل والتكامل في الواقع القيام بهذه السطوح من الصعب جدا إدراكه، لأنه من الصعب جدا تقسيمه إلى قطع. إذن الجزء السفلي والجوانب ملساء فعليا، لكن يجب أن نهتم بشأن الحدود لكي نطبق نظرية ستوك. الحد هنا بحاجة إلى أن يكون بسيط، simple and close، وهذا يعني أنه لا يتقاطع مع نفسه، الحد البسيط المغلق الناعم الأملس. إذن مرة أخرى، بسيط ومغلق، إذن هذا ليس حد بسيط، في الواقع إذا تقاطع مع نفسه، بالرغم من أنه بإمكاننا كسره إلى حدين بسيطين، لكن شيء كهذا
هو حد بسيط، إذن هذا حد بسيط هنا، وأيضا يجب أن يكون مغلق، وهذا يعني أن يكون ملتفا على نفسه. لدينا فقط شيء كهذا مغلق وملتف على نفسه لكي نستخدم نظرية ستوك. ومرة أخرى يجب أن يكون ناعم وأملس، لكن الآن نحن نتحدث عن مسار أو خط أو منحنى كهذا، وناعم وأملس تعني أنه بإمكاننا كسره إلى مقاطع بحيث أن المشتقة متصلة. الطريقة التي رسمت بها هذا، هذا وهذا، الميل يتغير تدريجيا، الميل هكذا، إنه يتغير تدريجيا عندما ننتقل حول هذا المسار. شيء هنا ليس أملس، المسار الذي ليس أملس ربما يبدو شيء كهذا، ربما يبدو شيء كهذا، والأماكن التي لا تكون ملساء هي الحواف، ليست ملساء هنا، لكن يجب أن يكون بسيط ومغلق، وهذا بسيط ومغلق. وهو ليس أملس لكنه سطح ناعم يمكننا كسره إلى هذا المقطع، والذي هو ذاك الخط. هذا الخط هنا هو أملس، وهذا الخط هنا أملس، وهذا الخط أملس، وقد انتهينا عندما قمنا بالتكامل الخطي. لقد قمنا بتقسيمه إلى أجزاء ملساء بحيث يمكننا حساب التكامل الخطي. لذا إذا كان لدينا حدود، وإذا كان لدينا سطح ناعم أملس وحدود بسيطة ومغلقة، فيمكننا التعامل معه. إلى اللقاء.